ومن الوقفات أنك مأمور بالاستقامة على شرع الله حتى الممات في كل زمن وفي كل شهر. وأحسن وأعظم وأفضل وأسرع وأسهل طريق للاستقامة هي هذه الصلاة التي ضيعها كثير من الناس. في حديث ثوبان رضي الله عنه كما عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. ما الذي بعدها؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.